بسم الله الرحمن الرحيم. الزميلات والزملاء المحامين، السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بكم من خلال منصات النقابة العامة لمحامين مصر، ونعرض عليكم موضوعا مهما جدا في القضاء الجنائي، وهو التصورات في قضايا الجنح والجنايات. ما المقصود بالتصورات؟ حين تعرض عليك جنحة أو جناية، تعلمون أن أدلة الإثبات لابد وأن تكون متساندة، ذلك أن الأصل في الإنسان البراءة، وأي ظلال من الشك تصور حول اتهام المتهم توجب القضاء ببراءته. وحتى نصل إلى هذا المعنى ونصل إلى هذه النتيجة وهي براءة المتهم، نضع تصورات لما ورد بالمحضر. محضر الجنحة أو الجناية، وغالبا في الجنايات بيكون في أقوال شهود إثبات، بيكون في أقوال شهود نفي، بيكون في تحريات مباحث، بيكون في تصور لتحقيق النيابة، بيكون في تصور آخر لتحقيقات الشرطة. معنى الكلام ده ايه وتطبيقاته على القضية للحصول على البراءة، وكيف اتعامل مع هذه الادوات وهذه الادلة في الاثبات والنفي؟ في واقعة بيحكيها ضابط الواقعة الذي ضبط الواقعة، ولها تصور تضع هذا التصور، ثم تأتي بعد ذلك لأقوال الشهود تعطي تصورا قد يكون مطابقا للتصور الذي وضعه ضابط الواقعة، وقد تكون منافية أو مخالفة لها في جزء أو كل. يبقى في هذه الحالة يلزم أننا أضع كل تصور للواقعة من أدلة الإثبات والنفي الواردة فيه. هلاقي في تصور بيحكي ضابط الواقعة، هلاقي في تصور بيحكي شاهد الإثبات، هلاقي في تصور آخر بيحكي شاهد النفي، هجد صورة بتنتهي ليها تحقيقات النيابة، وهنا تقف الدعوة ويبقى للمحكمة دورها. طب الصورة اللي وضعها الضابط هل مطابقة لصورة الشهود؟ طب الصورة اللي وضعها ضابط الواقعة مطابقة لما انتهت إليه النيابة في تحقيقاتها بعد ما سمعت الشهود وبعد ما شافت الأدلة الفنية من طب شرعي وخلافه؟ التصورات المتعددة ديت بيظهر فيها قطعا خلافات واختلافات. هذه الخلافات بعد أن تضع كل تصور منفرد، تصور ضابط الواقعة، الواقعة كما حكاها الشاهد بتدي تصور آخر، هذه التصورات المتعددة يحدث فيها تناقض قطعا وبطبيعة الحال. هذا التناقض بعد أن تفرده على النحو الذي ذكرنا بيضع أسباب كتيرة جدا للبراءة، ويظهر قصور وعوار واختلافات في الصور التي قررها الشاهد وضابط الواقعة والطب الشرعي إذا كان موجودا في الدعوة أو الأدلة الفنية. كل هذه التصورات لما تحط كل تصور منفرد عن التاني هتجد هناك خلافات واختلافات تؤدي بيك لإيجاد أسباب البراءة التي يقوم عليها القضاء الجنائي، ذلك أنه يقوم على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين. وأي ظلال من الشك تحيط بالدعوة تلزم المحكمة بالبراءة، فيكفي المحكمة أن تتشكك في الإدانة كي تقضي بالبراءة. هذا التشكك بيأتي منين؟ من التصورات اللي بتضعها قدام المحكمة. بتروح تقول الضابط قال تصور، الشهود قالوا تصور، الطب الشرعي أو الأدلة الفنية قال التصور، لازم تكون متطابقة تطابقا تاما
حتى نخرج بالإنسان من براءته والأصل فيه أنه بريء إلى أنه مدان. إذا ما صارت ظلال من الشك أو اختلاف في هذه الأدلة المتعددة وجب على المحكمة أن تقضي بالبراءة، ولا تقضي بالبراءة إلا إذا عرضت عليها هذه التصورات عرضا دقيقا بعد بحثه وفحصه. وهذا ما يؤكد لنا ضرورة وأهمية التصورات التي تعرضها على المحكمة في قضايا الجنح والجنايات. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.